Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي. يلا بينا نكمل الجزء الخاص بالمراجعة اللي قبل دخول المنهج واللي ابتديناها من 4 حلقات. واللي ما اتفرجش علينا في ال4 حلقات اللي فاتت ممكن يتابعنا على الروابط دي. لأنك لو مش متابعنا وجيت تتفرج على أي حلقة في النص هتيجي تقول هو المستر بيقول إيه، إحنا ما نعرفش حاجة عن الكلام ده، لكن لو تابعتنا إن شاء الله هتقدر تفهم كل حاجة من أول ما بدأنا. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن how to form a sentence، إزاي أكون جملة in English في الإنجليزي، and how to change a sentence into negative، وإزاي أحول جملة للنفي وده باستخدام الأفعال المساعدة، وقلنا قد إيه هي أهمية الأفعال المساعدة في الإنجليزي، عشان كده لازم احفظها تماما شكل ما انا حافظ اسمي. ومرة تانية بحب اشكر جدا الناس اللي اتفاعلت معنا وحلت اسئلة الحلقة اللي فاتت. ولو انت حابب تشارك اجابات الاسئلة ديت فيديو وانا ان شاء الله هحطه لك في الحلقة اللي بعدها. تعالوا مع بعض نبتدي الحلقة باجابات الاسئلة اللي احنا اديناها الحلقة اللي فاتت. اول سؤال كان بيقول He has a red car، يعني هو يمتلك سيارة حمراء. طبعا لما اجي ابص على هاز هنا الفعل المساعد عندي، قلت لما الاقي هاز وهاف وهات بستنى شوية واشوف وراهم يا ترى موجود فعل ولا لا. هنا طبعا هاز مفيش وراها فعل، اذا شغلتها هنا فعل اساسي فمش هقدر اقول hasn't. بالتالي لما يكون في هاز بجيب مكانها doesn't وارجع هاز لهاف، فهيبقى النفي بتاعها he doesn't have a red car. He doesn't have a red car. تعالوا نشوف number two. Number two الجملة كانت بتقول I have watched the film. I have watched the film. يعني أنا شاهدت الفيلم. طبعا لما أجي أنفي الجملة دي على طول بدور على الفعل المساعد بتاعي هلاقيه have، ولما أبص على have هلاقي وراها watched يعني فعل، فبالتالي شغلتها هنا فعل مساعد، فطبيعي إن أنا أحط وراها not ويبقى خلص الكلام، فبالتالي هقول I haven't watched the film. I haven't watched the film. Number three, he likes meat. يعني هو بيحب اللحمة. قلنا يا جماعة لما اسأل فين هنا الفعل المساعد اكيد هتقول لي مش موجود لان احنا حافظين الافعال المساعدة، فبالتالي بروح لدو داز وديد لان هي دي الافعال المساعدة اللي انا بجيبها لو ما لقيتش فعل مساعد في الجملة. هنا لو لاحظت الفعل الاساسي بتاعي في اس فبالتالي لازم اجيب doesn't واشيل الاس يعني ارجع الفعل الاصله، فبالتالي هقول he doesn't like meat. He doesn't like meat. Number four, I wash the car every day. I wash the car every day. يعني أنا بغسل السيارة كل يوم. أنا عايز أقول أنا بغسلش السيارة كل يوم. لما أجي في الجملة دي مش هلاقي فيها فعل مساعد من اللي أنا حافظهم، فبالتالي هرجع لدو داز وديد، وهنا الفعل بتاعي في المصدر، فبالتالي هجيب don't، والفعل طبعا هيخليه شكل ما هو لأنه في المصدر، فبالتالي هقول I don't wash car every day. I don't wash car every day. Number five, they visited England last year. They visited England last year. يعني هم زاروا انجلترا السنة الماضية. لما اجي انفي الجملة دي مش هلاقي فعل مساعد، بس الفعل بتاعي هلاقيه في الماضي، وبالتالي هجيب didn't ورجع الفعل بتاعي ده لمصدره، يعني اذا كان في دي او اي دي بشيلها، اما اذا كان الفعل شاذ برجعه لاصله، فبالتالي هقول they didn't visit England last year. They didn't visit، لاحظ اني رجعت الفعل لاصله، England last year. بشكر تاني مرة تانية الناس اللي اتفاعلت معنا وحلت الأسئلة دي الحصة اللي فاتت وهنوي تاني. لو انت حابب تسجل لنا إجابات الأسئلة دي فيديو وإن شاء الله ننشرها على القناة، بس ياريت تقول السبب، يعني ليه انت نفيت، ليه انت عملت سؤال بالمنظر ده. طيب تعالى نتكلم النهاردة بقى عن how to make a question، ازاي اكون سؤال، ازاي اعمل سؤال في اللغة الانجليزية. وده طبعا جزء مهم جدا في اللغة لانه بيساعدني في حل المحادثات، بيساعدني دايما في حل المحادثات، سواء كانت المحادثات دي قصيرة من الديالوجز او طويلة ديالوج كامل. طبعا شكل ما قلنا النهاردة هعرف ازاي اكون سؤال في اللغة الانجليزية وبرضو بدون ما اعرف زمن الجملة ايه، يعني انا مش محتاج اعرف زمن الجملة دي عشان اعمل سؤال. وده طبعا برضو هيعتمد على الهيلبينج فيربس الافعال المساعدة. يبقى اذا هنوي تاني ان انا لازم احفظ الافعال المساعدة كويس جدا شكل اسمي. وقلت يا جماعة اللي بيتابع الحلقات دي لازم يسمع كل حلقة من اول دقيقة لاخر دقيقة
أما إنك تدخل وتسمع دقيقة أو دقيقتين، كل الكلام ده مش هيفيدني بشيء، وبالذات طالما أنت طالب وبتدرس منهج. تعال بقى نشوف النهاردة إزاي هكون سؤال باستخدام الأفعال المساعدة ودون معرفة زمن. في البداية لازم أعرف إن أنا عندي two kinds of questions، يعني نوعين اتنين من السؤال، yes and no question and the WH question. طبعا عندنا نوعين اتنين من السؤال، السؤال اللي بيكون إجابته بيس و نو، وكمان السؤال اللي بيكون بادئ بأداة استفهام. وطبعا سواء كان هو yes and no question or WH question هتلاقيني برضو بحتاج فيه للhelping verb للفعل المساعد. تعالوا نشوف النهاردة أول نوع معانا من الأسئلة، وهو الـ yes and no question، يعني السؤال اللي إجابته بيس و نو. قبل كل شيء لازم أكون عارف إن السؤال اللي هكون إجابته بيس و نو هو السؤال دايما اللي بادئ بفعل مساعد، يبقى هرجع تاني لازم أحفظ الفعل المساعد كويس جدا. إذا بدأ السؤال in English بفعل مساعد معناها إن السؤال ده معناه هل، وإجابته دايما بيس و نو. فلما أجي أقول Is he a teacher؟ يعني هل هو مدرس؟ هنا طبعا لو هو مدرس هجاوب بيس، وتقول Yes he is or no he isn't. Yes he is or no he isn't، شكل ما احنا متعودين في السنين اللي قبل كده. يبقى أي فعل مساعد في أول السؤال هيكون معناه هل، وهجاوب عليه بيس أو نو. أي فعل مساعد من اللي احنا خدناهم دول، سواء verb to be or verb to do or verb to have or the modal verb، أي حاجة من دول لو جيت في أول السؤال هيكون معناها هل، والإجابة عليها هتكون بيس و نو. Another example when I say will you travel to أسوان، هل أنت هتسافر لأسوان؟ والله لو أنا هسافر هقول yes، لو أنا مش هسافر هقول no. طيب لو أنا قلت yes بطلع بدل فاعل مع فعل مساعد عشان أدي short answer، فبالتالي هقول yes I will. طيب لو أنا مش مسافر هقول no I will not or no I won't. ولاحظ هنا أني لما أجاوب بنو دايما بجيب مع الفعل المساعد بتاعي not، وشكل ما احنا قلنا قبل كده ان not دايما في الجملة بتيجي وراء الفعل المساعد. وبالتالي طالما اي فعل مساعد بيجي في اول السؤال بيكون معناه هل وبجاوب عليه بيس و نو، اذا اي اجابة فيها yes or no يبقى سؤالي فيها هيبدأ بالhelping verb بالفعل المساعد. وهنا هنقسم برضو الافعال المساعدة شكل ما قسمناها في النفي. اول حاجة verb to be مع الافعال الناقصة ده لوحده، تاني حاجة verb to do لما يكون جاي كفعل اساسي، وتالت حاجة verb to have لما يكون جاي كفعل اساسي او كفعل مساعد، ورابع حاجة الجمل اللي انا مش هلاقي فيها اي افعال مساعدة. يا ترى هعمل سؤال في النوعية دي من الجمل ازاي؟ تعالوا نبدأ مع بعض باول حاجة وهي verb to be and the modal verbs. قال لي إذا كانت الإجابة بيس أور نو، إذا كانت الإجابة بيس أو نو، إذا أنا هبدأ بالفعل المساعد، لو لقيت الفعل المساعد بتاعي verb to be or modal verb على طول باخده وأبدأ بيه وأبدل معه الفعل. For example، على سبيل المثال when I say yes Ali is at home، yes Ali is at home، طبعا هنا المطلوب مني ان انا اعمل سؤال بشوف هلاقي الاجابه دي بيس، وطالما الاجابه بيس معناها ان السؤال ده كان بادئ بفعل مساعد. لما اروح هلاقي verb to be، اذا من غير ما افكر طالما هو verb to be هاخد verb to be اللي موجود عندي ده وابدا بيه اللي هو is، وبالتالي الفاعل بتاعي اللي هو قبل verb to be باخده واجيبه بعده فيبقى is علي، is علي، واكمل بقيه الجمله شكل ما هي وبقيه السؤال شكل ما هو فهيبقى is علي at home، is علي at home. المثال الثاني لما يجي يقول لي no they aren't playing tennis، no they aren't playing tennis، طبعا لما ابص للجمله دي الجمله دي اجابتها بنو معناها ان السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد. لو رحت هلاقي verb to be، وانا قلت يا جماعه verb to be سواء كان فعل مساعد او فعل اساسي بحط وراه نوت في النفي او باخده اسال بيه في السؤال، فبالتالي هبدا ب are. طب نوت هعمل فيها ايه؟ هحذفها طبعا لانها كانت جايه عشان نو، فبالتالي هقول are they playing tennis، are they playing tennis. انا قلت طالما الفعل المساعد بتاعي موجود ببدا بيه وبعدين اجيب كل اللي قبله بعده، فبالتالي هقول are they playing tennis. المثال الثالث لما اجي اقول yes احمد was watching TV، yes احمد was watching TV، طبعا الاجابه هنا yes،
يبقى اذا السؤال بتاعي هيبدا بفعل مساعد، هروح الاقي was verb to be من غير ما افكر هبدا بيه، فبالتالي هقول was وبدل احمد، وبالتالي اكمل watching TV واحط الكويستشن مارك بتاعتي علامه الاستفهام، was احمد watching TV. واحد هيسالني يقول لي طب ما اقولش was he watching TV؟ هقول لك لا طبعا. ليه؟ لان لو انا عندي احمد في السؤال قال لي عادي اعوض عنه في الاجابه، لاني خلاص انا بقيت عارف بتكلم على مين. لكن لو احمد في الاجابه بطلعه شكل ما هو احمد في السؤال، لان في السؤال معناه ان الكلام ده اللي ذكر الاول، مش هجيب ضميره بعدين اعوض عنه باسم. طيب تعالى بقى حاجه مهمه لازم اخلي بالي منها وانا جاي اعمل السؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to be. طبعا عندنا ضمير المتكلم I لما الاقيه في الاجابه بطلعه ليو، لان ضمير المتكلم I كان يو في السؤال، كان ضمير المخاطب يو، وكذلك وي برضو بتبقى يو. فبالتالي لو انا عندي I am فبالتالي لو انا حولت I ليو لازم am تتحول لار، عشان كده دايما بنقول ان I am بتطلع في السؤال دايما are you. نفس الكلام مع I was، I was. طبعا I لما تتحول ليو يو ما بتاخدش was، يو بتاخد were، فبالتالي لازم I was تتحول ل were you. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I am reading، yes I am reading، لما اجي اقول لك اعمل لي سؤال هتقول لي الاجابه هنا بيس، معناها ان السؤال بتاعي لازم يبدا بفعل مساعد، فانا لقيت في الاجابه I am فبالتالي هطلع are you، فبالتالي هقول are you reading، are you reading. Another example when I say no I wasn't at home yesterday، no I wasn't at home yesterday. طبعا الاجابه هنا بنو، فبالتالي هبدا بالفعل المساعد المفروض ان هو was، بس حاليا موجود عندي I وI دي بتطلع يو، فبالتالي معاها was لازم تتحول لwere، وطبعا بشيل not، فبالتالي هقول were you at home yesterday، were you at home yesterday. طيب حاجة مهمة جدا ما لازم اخلي بالي منها في تكوين السؤال، لاحظ ان انا لما اكون السؤال اللي كانت اجابته بيس ونو انا يدوب ببدأ بالفعل المساعد وبدل مع الفاعل واحط علامة الاستفهام في الاخر، ما بشيلش اي حاجة ولا بغير اي شيء. قال لي بس خلي بالي اذا كان نو ما معهاش مع الفعل المساعد بتاعها not لازم اغير في السؤال. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي No, he is a doctor. No, he is a doctor. يعني لا ده هو دكتور. طبعا هنا لو لاحظت هتلاقي ان no مش جاي معها not مع is، يعني ما قالش no he isn't، لا قال لي no he is، معناها ان no هنا جاي وراها جملة مثبتة مش جملة منفية. وبالتالي وانا بعمل السؤال اوعى تكمل عادي كده، لا طبعا لازم اغير بحيث ان السؤال بتاعي يبقى ليه معنى، لازم اغير في السؤال. يعني لما اجي اعمل سؤال هنا المفروض ان انا ابدأ ب is وبعدين الفاعل بتاعي هو he. طب اكمل بقى واقول is he a doctor؟ هقول لك لا غلط طبعا، ازاي هسأل اقول هل هو دكتور وقول لي لا ده هو دكتور؟ هقول لك لا طبعا الكلام ده غلط، لان نو ما معاش not يبقى لازم اغير في السؤال. يعني هقول is he a teacher، is he a teacher. طبعا هنا لو شفت معنى السؤال بقى هل هو مدرس، فقال له في الاجابه لا ده هو طبيب. يبقى اذا لو نو ما لقيتش معاها not، يعني لو نو لقيت جاي وراها جمله مثبته، فبالتالي لازم اغير في السؤال عشان ادي المعنى الصحيح. نفس الكلام هلاقيه مع المودال فيربس، يعني لو الإجابة بيس ونو ولقيت إن الفعل المساعد بتاعي من المودال فيرب بدل مع الفاعل وأنت مغمض عينيك وما تعملش أي حاجة تانية. For example على سبيل المثال When I say yes he will travel to London، yes he will travel to London، أيوه هو هيسافر للندن. طبعا لما أشوف الإجابة هنا بتاعتي هلاقيها بيس، فبالتالي لازم أبدأ بالفعل المساعد. رحت لقيت الفعل المساعد بتاعي هو will وده من المودال فيربس، فبالتالي هبدأ بيه وبدله وما اعملش اي حاجة تانية. يبقى اذا هقول will he travel to London، will he travel to London. Another example when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، again when I say no Ahmed's sister shouldn't take the medicine، يعني اخت احمد لا يجب ان تأخذ الدواء. طبعا هنا لما اشوف هلاقي الاجابة
بنو معناها ان انا هسأل بفعل مساعد. طبعا في ناس بتفكر ان المستر بيقول لي اول ما الاقي يس ونو باخد كلمتين وبدلهم مع بعض وخلاص. قال لي لا طبعا، انا لازم اروح للفعل المساعد مهما كان الكلام اللي قبله. طبعا هنا احمد سيستر ده السبجكت بتاع الفاعل، طب فين الهيلبينج فيرب؟ هلاقي شود وده من المودال فيربس، فهاخده وابدا بيه واقول شود. طبعا هشيل منها النقط لان دي اللي كانت جايه مع نو، فبالتالي هقول شود. طب فين اللي قبلها؟ اللي قبلها ده كله يجي بعدها. يعني اذا هقول شود احمد سيستر تيك ذا ميديسن، شود احمد سيستر تيك ذا ميديسن. يبقى اذا طالما الاجابه بتاعتي بيس ونو ولقيت الفعل المساعد بتاعي من الهيلبينج فيربس، كل اللي انا بعمله ببدا بالفعل المساعد ده واقلب مع الفاعل واكمل بقيه السؤال واحط الكويستشن مارك بتاعتي. تعال نشوف النوع الثاني النهارده وهو فيرب تو دو. قلنا يا جماعه ان فيرب تو دو لما يكون جاي كفعل اساسي بيبقى الموضوع مختلف شويه لما اجي انفي او اجي اعمل سؤال. فور اكزامبل، على سبيل المثال لما يجي يقول لي yes I do my homework every day. yes I do my homework every day، ايوه انا بعمل الواجب بتاعي كل يوم. لما اجي اكون سؤال طبعا الناس كلها هتروح على do وتقول do you your homework every day، واحنا قلنا يا جماعه لما كنا بننفي الكلام ده خاطئ تماما. اذا كان do does وdid افعال اساسيه صحيح انا باخدها اعمل بيها سؤال، ولكن بسيب مكانهم الثلاثه do، يعني لازم معاهم الفعل يرجع لاصله. يبقى المثال اللي عندي ده لما يجي يقول لي yes I do my homework every day ويجي يقول لي اعمل سؤال، هقول له انا هاخد do بس هسيب مكانها do، فبالتالي هقول do you do your homework every day. again do you do your homework every day. another example، مثال تاني، when I say yes she does well in the exams. yes she does well in the exams، ايوه هي بتأدي بشكل كويس في الامتحانات. طبعا لما الناس هنا هتشوف ان الاجابه بيس هتقول لي ايوه انا هبدا بالفعل المساعد، فهتروح تجيب does وخلاص وبدل مع الفاعل فتقول لي does she well in the exams. احنا عايزين نتفق ان verb to do ما ينفعش يجي كفعل مساعد الا لو كان وراه مصدر، الا لو كان وراه مصدر، يعني في النفي في السؤال. طالما الفعل المساعد بتاعي do does و did ما ينفعش يقف لوحده ابدا، لازم يجي وراه مصدر. فبالتالي كان المفروض ان انا اقول does she. طب فين الفعل اللي جاي مع does؟ لازم اقول do. يبقى اذا does she do well in the exams، does she do well in the exams. المثال الثالث، when I say yes احمد did his homework. yes احمد did his homework. طبعا هنا الاجابة بيس معناها ان السؤال بتاعي هيبدأ بفعل مساعد، فالناس هتقول الفعل المساعد بتاعي did. هقول لك حاسب، اذا كان الفعل المساعد بتاعي did جاي كفعل اساسي يعني مش جاي معاه فعل كمان، خده بس سيب مكانه do، فبالتالي هقول did احمد do his homework. again did احمد do his homework. يبقى هنلخص الكلام ونقول اذا كان verb to do جاي كفعل اساسي واجابتي بيس ونو، باخد التلاته دول اللي هما دو وداز وديد بس بسيب مكانهم التلاته دو. لكن لو هما موجودين في النفي، يعني لما يجي يقول لي نو اي دونت لايك تي، نو اي دونت لايك تي، لا انا ما بحبش الشاي، طبعا الاجابه هنا بنو. طيب اذا هبدا بالفعل المساعد اللي هو دو وهشيل منه النقط، فاذا هقول دو يو لايك تي، لا يعني انا مش هسيب دو مكانها، هقول لك لا هي مش جايه كفعل اساسي، ده جايه كفعل مساعد خلاص، فانا لما باخدها ما بسيبش مكانها اي حاجه، انا بسيب مكانهم الثلاثه دو لما يكون الثلاثه جايين كفعل اساسي مش كفعل مساعد. مثال اخر، when I say no she doesn't watch TV، no she doesn't watch TV، طبعا الاجابه هنا بنو، هروح هلاقي الفعل المساعد بتاعي doesn't، هشيل منه نوت واخده، فاذا هقول does she watch TV، does she watch TV. ايه ده مصر يعني ما اقولش does she do watch TV؟ هقول لك لا طبعا، لان don't or doesn't or didn't هنا جاينا افعال مساعده، فبالتالي ما اقدرش ابدا ان انا اسيب مكانهم دو. اذا انا بسيب مكانهم دو في حاله واحده بس، لما يكون جايين الثلاثه كفعل اساسي. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا النهارده ازاي بكون سؤال بيبدا بفعل مساعد. دلوقتي المفروض ان انا هطبق واشوف هل انا فهمت الكلام ده ولا لا، وده موعدنا مع
الأسئلة بتاعت الحلقة دي اللي انت المفروض هتجاوب لي عليها في الكومنتس تحت. طبعا هنا المفروض ان انا حدي answers حدي اجابات وانت هتعمل لي questions على الاجابات دي. Number one, yes he's at work. Yes he's at work. Number two, yes my favorite subject is English. Yes my favorite subject is English. Number three, no I'm not playing tennis. No I am not playing tennis. Number four, no, they weren't watching the film. No, they weren't watching the film. Number five, no, he will watch TV. No, he will watch TV. طبعا عايزك تركز في الإجابات واستنونا الحلقة الجاية إن شاء الله نكمل how to make a question. إزاي أعمل سؤال لما يكون الفعل المساعد بتاعي verb to have أو يكون الجملة ما فيهاش أفعال مساعدة خالص. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.